لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مبروك طارق، مبروك للشعب السعودي، مبروك للسعودية قيادة وشعبا، هذا الإنجاز الرياضي الجديد، هذا التألق الجديد في الخميس 24 مارس 2022 مع العصر عند الساعة 3 بتوقيت مكة. سجلت اليابان، فتأهلت السعودية للمرة 6 في التاريخ لكأس العالم رقم عربي منذ هدف عبد المدرب فيرونار، باعتبار خبرته، باعتبار تجربته، دار التصنيف وصدارة تسهيل المشوار ممكن في كأس العالم في قطر 2022. راح والسعودية الآن هي في قمة الابتهاج بهذا الإنجاز الكروي الجديد. المشكلة على المسلمين هناك في موسكو، الأخضر السعودي وصل ب 19 نقطة. اليوم المنتخب السعودي تاريخيا 14 مواجهة، 6 انتصارات للتنين الصيني الألقاب، ولكن الكرة في السعودية معظمها من السنوات السمان، سنوات العجاف. يعني هو النجم الرابع على القميص الآسيوي، ترجع كرة بالرأس خطيرة جدا، تلعب الأولى تضرب الثانية، كرة في منطقة الجزاء وفي تسلل آخر المطلوبة من الأخضر. الهدف الآن 1-0 في كرة تضيع، كرة الهدف الأول ضاعت على رقم 8، رقمك يا جاسم يا حاسم يا تيسير. هاتان بهابري كاد يفتح بوابة التسجيل ويغير إسقاطه، الهجمة والعرضية بعيدة بعيدة، الكرة ترجع لضربة مرمى للسين. سعيد العويران ثم الأربعة ثلاثة التاريخية، أهداف سامي الجابر، فهد المهلل، موسى وفلاتة. دخل كاو يلعب الكرة عرضية خطيرة بترجة دفاعية، هو كرة سعودية 1-2، الكرة ناقصة من كنو، ترجع كرة ممتازة تاكل الروح والإصرار. برافو يا الأخضر، برافو يا الأخضر، الأخضر إلى كأس العالم. ترجع مرة أخرى، حاول شوت الكرنفال، يبدأ شوت وممتازة، ممتاز، أداء مميز، أداء مميز، يفاجئ الكرة تمشي. هاتان، هاتان لسالم، سالم والتسديدة والدفاع والركنية، حلوة حلوة، نقشة سعودية، طريزة سعودية على قماش الوصول في كرة القدم. وما زالت السلة تنافس على إنجاز ومعجزة للوصول الحقيقة. الدخلة، المراوغة، حذاري بالرأس والخطورة الصينية، هو ترجع كرة معاه، يمشي الدوسري، خطيرة من سالم، شوت يا الدوسري خطيرة، كرة خطيرة منتخب السعودي، ترجع كرة سعودية، يلعب يا قاتل أو مقتول رياضيا كرويا، وكرة مش ممكن ضاعت، بتاع مدافع، هذه بتاع مدافع، عداك العيب يا شهراني أنت مدافع، هذه كرات 40، يصمد السعودي جول، العبرة بالخواتيم، ويصمد الصين إلى 45، يا الله يا سبحانك، 1-0 الأخضر السعودي، تنبأت بالهدف وتكلمت عن الجول، 1-0 والعبرة بالخواتيم يا سيني، 1-0 عن طريق صالح للمنتخب السعودي، وفرصة الهدف الثاني والحارس، واصطدام بين الحارس والمدافع إن شاء الله لاباس بالنسبة لحارس الصين جون لينغ، واضح على المنتخب الصيني والمهاجم سهانك يونينغ، نهز الشباك ممتاز. وعلى فكرة المهاجم هذا اكتشاف صالح الشاري، ممتاز جدا، البوزيشن متاعه أكثر من رائع، لاعب يعرف يتمركز، يعرف وين يحط نفسه، وسيب يخسيب تسيب، هذا مثل تونسي يعني، اللي تعمل تمشي كرة عن طريق سلمان، الفرج بالرأس، هو كرة في الدفاع إلى ركنية أخرى، برازيلي يا فرج، شوف الكرة حلوة برشا على الطاير، ولكن كانت للتوزيع، وكرة ضربت في يد عبد الإله العمري، يده كانت محلولة مفتوحة، يمشي زو يحط كرة في الشبكة، يحط هدف التعادل الفريق الصيني عن طريق زو، زو تشينجي في دقيقة. استطاع المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي التوصل لاتفاق مع اللاعب زكريا الوردي لتجديد عقده مع الفريق، وأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الرجاء خاصة بعد تمكنه من تقديم أوراق اعتماده بقوة، ما يدفع المدرب رشيد الطاوسي والجماهير كذلك للمطالبة باستمراره.
ويعمل مكتب الرجاء على ملف تجديد عقود مجموعة من اللاعبين البارزين في ظل الحافظ على قوام الفريق مقابل الاستغناء عن الأسماء التي لم تقدم الإضافة بعد نهاية الموسم الحالي.